ها لا 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 يا عمتو، هي حصلت تساومك؟ بس انا ما سكتلهاش. ايوه 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 اللي على الباب. ايه ده بس؟ خلاص ايه واقفين ورا الباب؟ اتفضلوا يا باشا، هي دي اللي خطفت ابن اختي، اقبض عليها يا باشا. اقبض على مين يا متخلف؟ حضرتك مدام سامي عبد السلام؟ ايوه يا فندم انا خير. معايا امر من النيابه بتمكين السيد عوني من استلام عبد السلام ابن اخته. ايوه بس انا عمه الولد. امال انا مين يا ست القابله يعني؟ ما انا خاله والخال والد، وقلتلك قبل كده هاخد حقي بس بالقانون. يا فندم الشخص ده بلطجي وانا عمه الولد، يعني اولى برعايته. تقرير الطب الشرعي اثبت ان مدام هاله توفت بعد اخو حضرتك ومن حقها تورث فيه، ده غير ان من حق جده عبد السلام والدة المتوفيه بحكم القانون انها ترعاه وتربيه. ممكن تسلميني الولد بعد اذنك؟ اه خد يا حضره الضابط، ده حتى لو ده قتل قتل اجر ابوهم. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ايه لا بجد بجد، انت مش ممكن مش ممكن. لو حضرتك معترضه ممكن تلجئي للمحكمه. عدم المؤاخذه يا باشا، انا هاخد ابن اختي. الحقيني يا ماما سامي، الحقيني يا ماما سامي. سيبني اقول الحقيني يا ماما سامي، انا خالك يا ريحه تكرهك فيا بعد اذنك يا ابله. يا ساتر يا رب يا فرحة قلبي، ده كان واد عامل زي الشياطين. بس يا سعاد بس، يا ده انت فعلا ما عندكيش قلب. قلب ده لو كان قعد يومين كان جاب لي السكر والضغط وجلط على البيع. يوليه وي، ما ترحميها بقى وتسيبيها في اللي هي فيه. يا فرحة قلبي يا فرحة قلبي. تزعليش من ماما يا عمتي، حقك عليا، امسحيها فيا انا، وان شاء الله عبد السلام هيرجع. لازم هيرجع لازم. وحياة امي انا جايب لك جبت الهنا، بس انت اللي مش واخده بالك. يا اخويا كفايه عليا امك العينه، هو انا ناقصه؟ يا بنت هو احنا مش كنا اتفقنا ان انت نفسك تجيبي حته عيل؟ اهو جالك لغايه عندك اهو، من غير حامل ولا ولاده ولا يحزنون. وبعدين خلي بالك الواد ده الفرخه اللي هبط لنا الذهب. انا اللي اعرفه يا اخويا ان العيال ما بتبطش، بيعملوها على روحهم بس. وبعدين انا عايزه اخلف عيل اربيه من بطني يكون ابني وابنه. يا بنت ما تقعديش تشخرمي في الكلام وبعطري في الهوا كده وخلاص. الواد ده لو فضل معانا هنلها فرصه ابوه وهنتنغنغ على الاخر. وانت لو جالك فلوس حد هيشوفك؟ ده انت زيبق، ما انا عارفاك. لا وحياتك لو جالي فلوس هبقى بيه قد الدنيا وهبطل التجرمه وساعتها هخليكي تخلفي. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي بتكلم جد يا بت؟ ده انا بتكلم جد وجد الجد كمان. ما خلاص مش هيبقى لي ماسكه وهبقى راجل اعمال قد الدنيا. هنتنغنغ يا بت.